بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. قال جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. هذا المقطع الذي ذكره جابر رضي الله عنه يتضمن عدة مسائل. المسألة الأولى أن من أعظم مقاصد الحج وشعائره مخالفة المشركين في عباداتهم وعاداتهم وأعيادهم وأخلاقهم، فذلك يعتبر من أعظم مقاصد البعثة التي بعث الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى يتميز المسلم عن الكافر، لأن مشابهة المسلم للكافر في عبادته أو في هديه الظاهر تورث المشابهة له في هديه الباطن، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن قبله وبعده من علماء المسلمين. ولهذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحج في عدة مواضع. من هذه المواضع هذا الموضع الذي ذكره جابر رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في اليوم التاسع عند المشعر الحرام وهو مزدلفة، وإنما تجاوز ذلك إلى عرفة. وكان من هدي قريش أنهم يقفون في مزدلفة في اليوم التاسع لأنها من الحرم، وأما بقية الناس فيقفون في عرفة. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يفيض من عرفة، فقال سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. والمقصود بالناس في هذه الآية الكريمة إبراهيم عليه السلام ومن بعده من الأنبياء إلى زمان نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أيضا ما تقدم ذكره من شدة تحريف المشركين للحنيفية وتغييرهم لشعائر الله سبحانه وتعالى، ويبين لنا أن العقول المجردة التي لم تهتدي بنور الشرع تفسد ولا تصلح وتوقع في الضلال والانحراف. وليس معنى هذا أن الشريعة تعطل العقول، بل الشريعة تعتبر العقل، لكن العقل لا بد أن يكون تابعا للشرع. ومن مسائل هذا الحديث أنه يستحب النزول بنمرة، ونمرة ليست من عرفة، وهذا ينبغي أو يجب أن ينتبه له، لأن من وقف في نمرة الوقت كله فلم يتم حجه. لكن يستحب قبل الزوال النزول بعرفة،
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لكن في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة، وهذا الذي يفعله الناس كله يجزئ معه الحج، لكن فيه نقص عن السنة. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله كان في زمانه، والأزمنة التي بعده من باب أولى. فيستحب النزول بنمرة لقول جابر رضي الله عنه: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، وهذا كان قبل زوال الشمس. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. قال جابر رضي الله عنه: فأتى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بطن الوادي، أي وادي عرفة، فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، ثلاث مرات. هذا مقطع عظيم من أعظم ما ورد في سياق حديث جابر رضي الله عنه، لما اشتمل عليه من المسائل والمعاني العظيمة، وهو يدل على أنه يستحب للإمام أن يخطب بالناس خطبة يوم عرفة قبل الصلاة، يعلمهم في هذه الخطبة أحكام الدين والمناسك والأصول والقواعد الجامعة ومحكمات الدين، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطبة تكون في عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بطن الوادي، وهو وادي عرنة، وهو من عرفة. وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة تتضمن أصولا قطعية ومبادئ عظيمة، قرر النبي صلى الله عليه وسلم فيها قواعد الإسلام، وهدم قواعد الجاهلية والشرك. ومن هذه المبادئ التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة: أولا، تحريم دماء المسلمين وأموالهم تحريما مؤكدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة: كحرمة يومكم هذا
في شهركم هذا في بلدكم هذا. وإذا اجتمع الدم الحرام أو المال الحرام مع الزمان الحرام والمكان الحرام كان التحريم أشد تغليظا وأعظم تأكيدا. ولهذا قرر علماء المسلمين أن من الأصول الكلية في الشريعة الإسلامية حفظ النفوس، فلا يجوز الاعتداء على نفس معصومة، ولا تزهق نفس معصومة إلا بحق معلوم. الأمر الثاني في هذه الخطبة العظيمة إبطال جميع أمور الجاهلية وإهانتها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ومن أمور الجاهلية التي أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الدماء التي حصلت بين أهل الجاهلية، فإنها موضوعة بمعنى أنه لا قصاص فيها ولا دية. وأول دم يوضع هو دم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربيعة ابن الحارث المطلبي، فقد كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. ومن أمور الجاهلية التي أهدرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة ربا الجاهلية، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على رأس المال. وأول ربا أبطله هو ربا عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. وهذا يؤخذ منه أن العالم والداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي له أن يبدأ بنفسه وبأقاربه، وذلك لأنه يقتدى به، فإذا صنع ذلك كان مظنة لأن يقتدي به الناس. من المسائل العظيمة في هذه الخطبة، وهي المسألة الثالثة، تقرير حقوق المرأة والوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى فيها وعدم ظلمها، لأنهن أمانات عند الرجال لا يجوز التعدي عليهن وهضم حقوقهن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم أخذتموهن بأمر الله. وقرر صلى الله عليه وسلم أنه يجب إطعام المرأة وكسوتها بالمعروف على زوجها ووليها. وهذا يبين لنا أيها الإخوة نظرة الإسلام للمرأة، وأنه رفع منزلتها وقرر أنها أهل للتكريم والتقدير، بخلاف ما عليه أهل الجاهلية في جميع العصور من امتهان المرأة وغمط حقوقها واعتبارها مدخلا للشيطان إلى نفس الإنسان، وأنها شر لا بد منه. وفي الجملة ليس هناك دين حفظ للمرأة كرامتها وحقوقها كدين الإنسان، كدين الإسلام. ليس هناك دين حفظ للمرأة كرامتها وحقوقها كدين الإسلام، ولله الحمد. من مسائل هذا الحديث بيان بعض حقوق الأزواج على زوجاتهم، ومن هذه الحقوق أنه لا يحل للمرأة أن تدخل بيت زوجها أحدا يكرهه، سواء أكان من الأقارب أو من الأباعد،
فإن فعلنا ذلك جاز ضربهن ضرب تأديب لا ضرب تعذيب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير شديد. وذلك لأن المقصود من هذا الضرب ليس هو تعذيبها وإنما تأديبها. من مسائل هذا الحديث مسألة عظيمة، وهي بيان الأصل الكبير الذي يشمل أصول الدين جميعه كلياته وجزئياته، وهذا الأصل هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك منجاة من الانحراف والضلال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وهذا يبين لنا أن من اعتصم بغير الله سبحانه وتعالى من الآراء العقلية المجردة أو المصالح المتوهمة أو آراء الشيوخ والآباء والأجداد أو غير ذلك من مصادر التلقي التي ليس لها صلة بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن مصير من فعل ذلك هو الضلال والزيغ والانحراف. أما كتاب الله فهو النور والسعادة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فجعل القرآن روحا تحصل به الحياة، فإذا فقدت فإن الإنسان يهلك. وكذلك المجتمع إذا فقد القرآن أو أخل بتعاليمه فإنه يهلك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال جابر رضي الله عنه: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. هذا الجزء الذي ذكره جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مسائل. المسألة الأولى أنه يستحب الجمع يوم عرفة بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين، وذلك حتى يتسع الوقت للدعاء. وهذا فيه تنبيه على أهمية الدعاء في هذا اليوم وعظمته، حتى إن الشارع الحكيم قدم إحدى الصلوات المفروضة مع الأخرى من أجل اتساع وقت الدعاء. وهذا الحكم وهو الجمع بين صلاة الظهر والعصر
يشمل أهل مكة وغيرهم من الحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة أن يتموا الصلاة، ولم يقسم الناس قسمين، منهم من يصلي قصرا وجمعا، ومنهم من يصلي الصلاة تامة كل صلاة في وقتها، وإنما صلوا كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن حكم الجميع حكم واحد. والمسألة محل خلاف بين العلماء، لكن هذا هو ظاهر حديث لجابر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة واحدة، ولم يأمر أهل مكة أن يتموا الصلاة أو أن يصلوا منفردين. المسألة الثانية من هذا المقطع أنه يستحب ترك السنة الراتبة، وذلك لقول جابر رضي الله عنه ولم يصلي بينهما شيئا، وكما أنه من السنة أن نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا من السنة أن نترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل ما يفعل مثل ما يفعل مثل ما فعل لاقتداء به صلى الله عليه وسلم واتباعا، ويترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به واتباعا، فالاتباع يكون في الفعل والترك. قال جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخراء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. هذا المقطع يدل على مسائل، من هذه المسائل وجوب الوقوف بعرفة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها، وفعله صلى الله عليه وسلم جاء بيانا لواجب، والفعل إذا جاء بيانا لواجب فإنه يدل على الوجوب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبر أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، كما جاء في حديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلي أن في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، يعني أعظم مناسك الحج عرفة. ولهذا قرر العلماء أن من فاته وقت الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. ومن مسائل هذا الحديث أنه يستحب تعجيل الدعاء بعرفة بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الموقف أي المكان الذي وقف فيه، وإلا فإن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ف
فبطن عرنة من عرفة لكنه ليس محلا للوقوف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة. ومن لم يقف يوم عرفة إلا ببطن عرنة فقد فاته الحج لأنه ليس محلا للوقوف. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بطن ناقته إلى الصخرات، وهي صخرات كانت بعرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته إليها واستقبل القبلة. وهذه الصخرات تقع في شرقي عرفات. وذكر العلماء كالنووي رحمه الله وغيره أن الفضيلة تكون في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، فإن عجز الإنسان فإنه يقترب من موقفه صلى الله عليه وسلم بحسب الإمكان. وكما هو معلوم أن الناس في زماننا لهذا قد يشق عليهم ذلك، بل يشق عليهم ذلك لأنهم مرتبطون بحملات وأماكن محددة، لكن ينوي الإنسان بقلبه أنه لو كان هذا متيسرا لفعله، فيرجى أنه يثاب حينئذ على نيته. وذكر العلماء أنه لا يشرع الصعود على جبل الرحمة لأن هذا ليس له أصل، لأن هذا الصعود لا أصل له وليس له فضيلة تخصه، لأنه لم يرد في ذلك دليل، بل هو كسائر عرفة، وعرفة كلها موقف وكل أرضها سواء إلا المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالوقوف فيه أفضل من غيره لمن تيسر له ذلك. من مسائل هذا الحديث لما ذكره بعض الفقهاء من أنه يستحب لمن كان بعرفة من المحرمين أن يدعو راكبا، لقول جابر رضي الله عنه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيلا حسنا في المسألة، وهو أنه يجوز الوقوف ماشيا وراكبا، أما الأفضل فهذا يختلف باختلاف حال الإنسان، فمن كان إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه وانتفاعهم به إما بفتوى وإما بغير ذلك، فالأفضل أن يكون راكبا حتى يراه الناس. ومن كان يشق عليه الركوب على الدابة أو في السيارة فيجوز له ألا يجوز له ألا يكون راكبا، فالأفضلية تختلف باختلاف لأحوال الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعاء عرفة لم يعين دعاء ولا ذكرا، بل يدعو الإنسان بما يشاء من الأدعية الشرعية، ويكبر الله سبحانه وتعالى ويهلله حتى تغرب الشمس، ولا يجوز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من الشرك. والحج كما تقدم مبني على توحيد الله سبحانه وتعالى كسائر العبادات، وأي عمل يشرك صاحبه فيه فإن الله سبحانه وتعالى
ليس له فيه حاجة. ومن مسائل هذا الحديث أنه يستحب استقبال القبلة عند الدعاء لقول جابر رضي الله عنه، وجعل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. والمراد بحبل المشاة طريق المشاة، والحبل هو الرمل المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة يدعو الله سبحانه وتعالى. وينبغي الاجتهاد في الدعاء وإطالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث ساعات طويلة بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر والعصر، يدعو الله عز وجل إلى غروب الشمس، إلى أن غربت الشمس، ويذكر الله ويكبره، حتى إنه إذا سقط رداؤه رفعه بإحدى يديه وأبقى الأخرى مرفوعة، وذلك لأن هذا وقت شريف يتنزل الله سبحانه وتعالى فيه نزولا يليق بجلاله، ويعطي عباده مسائلهم ويحقق لهم مطالبهم. فينبغي للعاقل أن يستغل هذا الموقف، لأنه لا يدري هل يتمكن من ذلك مرة أخرى أو لا. وكذلك سائر الناس الذين لم يتيسر لهم الحج، فينبغي لهم أن يستغلوا عشية عرفة بالدعاء والذكر والتهليل والتسبيح وتعظيم الله سبحانه وتعالى وتمجيده، وأن ينصرفوا عن أمر الدنيا بكليتهم ويقبلوا على الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يقال في الدعاء هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فيكثر الإنسان من هذه الكلمة العظيمة، لأنها هي أيضا من أسباب إجابة الدعاء. ويتأدب بآداب الدعاء، ويكثر فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله وأثنائه وآخره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين صالح أعمالهم، إنه سميع مجيب. ومن مسائل هذا الحديث أنه يجب البقاء في عرفة حتى تغرب الشمس، ولهذا قال جابر رضي الله عنه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. فقوله حتى غربت الشمس، وقوله ذهبت الصفرة، وقوله حتى غاب القرص، هذه كلها مؤكدات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من عرفة إلا بعد أن تحقق غروب الشمس. ومن استعجل وخرج قبل غروب الشمس، فهذا ترك واجبا من واجبات الحج، ويجب عليه أن يرجع إلى عرفة. ومن وقف بعرفة لجزءا من الليل فإن ذلك يكفيه. من مسائل هذا الحديث لأنه يجوز الإرداف على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما معه على دابته، لكن هذا يشترط فيه أن تكون الدابة مطيقة لذلك. أما إذا كانت
عاجزة عن هذا أو كان يشق عليها فإن هذا لا يجوز. من مسائل هذا الحديث، من مسائل هذا المقطع في هذا الحديث، أنه يستحب لزوم الرفق والسكينة في الدفع من عرفة. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في هذا الحديث. فأما قوله فهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: أيها الناس السكينة، السكينة أي عليكم السكينة، فهذا فيه إغراء للناس بأن يلزموا السكينة والهدوء وألا يدفع بعضهم بعضا، لأن ذلك يؤدي إما إلى إهلاك بعضهم لبعض وإما إلى حصول المشقة عليهم. وأما فعله فقد شنق صلى الله عليه وسلم للقصوى الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله صلى الله عليه وسلم، أي يصيب الموضع الذي يجعل الراكب رجله عليه عند الركوب على الدابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شنق لها الزمام، لأنه لو أرسل لها الزمام لأسرعت، وهذا الإسراع ربما يؤدي إلى حصول المشقة على الناس، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به، فإذا فعل ذلك ربما، بل إذا فعل ذلك تابعه الناس، تابعه الصحابة رضي الله عنهم على هذا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالإسراع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لما خطب بعرفة: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من السابقين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولموتانا أجمعين، إنه سميع مجيب.